Here they come. You will never be able to break my family. هلا انا ثور من قناه ميجا فيلم، واليوم رجعنا لكم بهذا الاسبوع بسلسله الافلام الجديده. شكلنا في سنه 2023 راح تجي افلام رهيبه جدا، وانا كل فتره اكيد راح اواكبكم بالاحداث. في هذه القائمه جبت لكم 10 افلام جديده رتبتها لكم من جيد جدا الى ممتاز، وكلها حاليا قاعد تعرض ولازم تعطونا فرصه. فكل فيلم في هذه القائمه يقول الزين عندي. اذا عندكم اي فيلم او اي مسلسل شاهدتموه في الفتره الاخيره اكتبوه تحت بالتعليقات، ويلا خلينا نشوف ذوقكم حلو ولا لا. Any word? She ghosted him. I bet she isn't even seeing your text. She does travel a lot for work. Go to her. I'm going to London. فيلم من ابداع انا دي ارمز وكريس ايفنز، فيلم ممتع وفيه المغامرات والاكشن والضحك والرومانسيه، اشياء ابدع فيها هذا الفيلم. راح نشوف الفتاه سيدي وكول وخوض مغامره لا مثيل لها ورحله سريه لانقاذ العالم، فهل سينجحون ام لا؟ فيلم صعب تتوقعون احداثه ويستاهل المشاهده. Now, I'm gonna break yours piece by piece. وجينا عند سلسلة حبيناها واستمتعنا فيها من أكشن وحماس وضحك وحزن، رحلة تفويتها قرار خاطئ. ولا ننسى أن هذا الجزء داخل معهم الكثير، ومنهم بري لارسون المبدعة وشارليز ثورون وجيسون ستيثم وجون سينا. دقيقة، ليش قاعد أذكر الأسماء اللي شاركوا؟ صدقوني لو أذكرها راح أقعد طوال الحلقة، فبالراحة أقول لكم ادخلوا الفيلم وجهزوا سناكات والفشار واستمتعوا. None of us can say our lives gone the way we'd hoped. I did think you'd serve longer. We got an early release. الأكشن والأحداث المتواصلة والخيال الممتع أشياء رهيبة من هذا الفيلم، تجربة لا يمكن تفويتها. راح نشوف اللص الذكي ورفاقه ينطلقون في رحلة ومغامرة علشان يحاولون سرقة آثار مفقودة. صدمة أول ما تتلخبط الأمور، لأن هناك من يريد وضع حد لهم. الممتع ولا يفوتكم. فيلم فيها الأكشن والمغامرة والحماس، قصة ملحمية حلوة وعجبتني، خلتني أقول سنة 2023 راح تكون سنة فيها الكثير من الأفلام الرهيبة، وهذا الفيلم منها، لازم تعطونه فرصة. القصة يترك تشارلز مصابا بعد محاولته لإنقاذ امرأة من الاختطاف، ولكن الحماس يبدأ أول ما يصل إلى باريس ويحاول كشف المعتدين عليها، ولكن الصدمة ما يدري أن هذا الأمر راح يقوم حرب لا يمكن إخمادها. فيلم جميل ويستاهل المشاهدة. You know the prophecy, Uhtred? Seven kings die. All of Britain will unite. أول مرة أتكلم عن هذه السلسلة ولازم تكونون شاهدتموها. The Last Kingdom مسلسل مكون من 5 مواسم ومنتهي، وهذا الفيلم الفاصلة والنهاية للقصة. رح نشوف أوترد وحلفائه في مغامرة مشوقة ورهيبة لمحاولة توحيد إنجلترا، ولكن القصة مستحيل تتوقف هنا. Why you want this job? I need the money. Don't disappoint. Turn out to be a pain in the ass. No, not me, sir. Money isn't the reason he wants this job. It's Alabama killed his son. محبين الأفلام الحربية لا يفوتكم هذا الفيلم، من أكشن وجريمة وحماس مميز. وغير كذا هذا الفيلم من إخراج المبدع جاي ريتشي، هو مخرج مبدع جدا وسبق أخرج أفلام أكشن رهيبة. وأيضا لا ننسى أن هذا الفيلم من إبداع جيك جينهال. رح نشوف جون الرقيب واللي يخوض مغامراته الأخيرة في أفغانستان مع جيش بلاده، ولكن الصدمة أول ما يتعرض إلى إصابة تهدد حياته، ولكن القصة مستحيل توقف هنا. فيلم مميز ويستاهل المشاهدة. The trains always take you to the far off places you always swore you'd go. In life, of course, nothing is nearly as neat and tidy. لورنس بيو ممثلة مبدعة، كان الفيلم من بطولتها، يا ما أبدعت في أفلام كثيرة، وكل ما أتأكد إذا كان أي فيلم من بطولتها غالبا يكون مميز. وإذا تبي تتأكدون ادخلوا الـ IMDB وشوفوا أفلامها، كل فيلم حرفيا أفضل من الثاني، وهذا الفيلم
منها في رسالة ملهمة خلتني أتحمس رغم القصة كانت شوي حزينة. خلوني أقولها لكم، أليسم فتاة تحاول الانطلاق بحياتها وتوها انخطبت، ولكن حياتها تنقلب فوق تحت بسبب حادث سيارة أدى إلى وفاة أم زوجها. يبدأ فيلمنا أول ما تصحو من الحادث، وراح نشوف محاولة رجوعها، ولكن قصتنا صدقوني ما تتوقف هنا. Here's what she said to me. Open up now. دامر نبي فيلم رعب جديد ويكون يستحق المشاهدة. حلو، بختار لكم هذا الفيلم، رهيب وعجبني، وتجربته بالسينما راح تدخلكم عالم آخر. سيناريو مميز، إخراج مرتب، وخوف وتوتر يخليكم تعيشون أجواء الفيلم. بعد سنوات من عدم التواصل يرجعون ثاني مرة الشقيقتين في ظروف مرعبة. الصدمة أول ما تصعد شياطين تهدد حياتهم، ويلقون نفسهم في معركة من أجل البقاء في مواجهة مع كابوس مرعب. Are you at the airport? I'm on my way. It's not safe, is it? What do you think I should do? I'm sure you'll do the right thing, sweetheart. عاد افلام خواكين فيليكس دائما تكون قليله، واحس انه شوي بخيل لانه مشغول في فيلمه الضخم الكبير القادم جوكر 2، ولكن هذا الفيلم كنت انتظره من زمان من اخراج مبدع اري استر، واللي سبق اخرج التحفه ميدسامر، وقلت لازم اشوفه اول ما ينزل وشاهدته وكان يستحق الانتظار. غرابه ورعب خلت هذا الفيلم وجوده هنا امر سهل جدا. بو شخص عانى طوال حياته متاثر بعلاقته السلبيه مع والدته، ولكن الحماس يبدا اول ما يقرر الذهاب لها. خلال هذا الامر تحدث الكثير من الأشياء المرعبة والغير مفهومة، خلت هذا الفيلم مخيف وممتع للمشاهدة. He didn't want to make things perfect. He just hated things the way they are. فيلم ممتع من حماس ومغامرات تستحق المشاهدة. كالعادة مارفل تبدع في هذه السلسلة بالتحديد. من وجهة نظري هذه السلسلة هي سلسلة ديدبول، لازم تشاهدونها أول ما تنزل لأني أثق بها بالتحديد، وهذا الفيلم توفيته قرار خاطئ. رح نشوف حراس المجرة في مغامرة أخيرة وختامية، ولازم يقومون بالعديد من التضحيات وحماية المجرة، ولكن يحدث شيء لم يتوقعوه. فيلم حماسي ولازم تعطونه فرصة. كان معكم ثامر من قناة ميجا فيلم، انسوا الاشتراك بالقناة واللايك والنشر.